أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن استمرار ازدهار صناعة الألمنيوم في مملكة البحرين ساهم في خلق أكثر من 12 ألف وظيفة بحجم استثمارات إجمالية تتجاوز 5 مليارات دولار وبحجم صادرات يقارب 2 مليار دولار. جاء ذلك لدى رعايته افتتاح فعاليات مؤتمر الألمنيوم الدولي 32، حيث أكد الزياني مكانة البحرين العالمية المرموقة في صناعة الألمنيوم وما لها من باع طويل يتعدى 50 عاما من الريادة في الصناعات التحويلية. كما أكد الزياني التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لتطوير القطاع الصناعي، مبديا تفاؤله من إيجابيات مشروع توسعة شركة ألمنيوم البحرين ألبا في زيادة مساهمة الصناعة التحويلية بالاقتصاد الوطني. سعدنا هذا الصباح بافتتاح مؤتمر الدولي للألمنيوم في النسخة 32 في مملكة البحرين، وهذا يظهر مكانة البحرين عالميا في قطاع الألمنيوم. طبعا البحرين لها باع طويل في مجال الألمنيوم تعدى 50 سنة تقريبا، وبسبب نشأة ألبا في المراحل الأولية نشأت عدة صناعات تحويلية أيضا في الألمنيوم. بالنسبة لنا قطاع الألمنيوم هو قطاع مهم وحيوي واستراتيجي، اليوم يوظف حوالي 12 ألف وظيفة. بالنسبة لموضوع الخط السادس، طبعا هذا مشروع حيوي ومشروع مهم بالنسبة لمملكة البحرين. تم إنجاز لحد الآن أكثر من 25% من هذا المشروع، ونتطلع إلى متابعة تنفيذه والانتهاء إن شاء الله من فترة الإنشاء في بداية يناير 2019. طبعا الطاقة الإنتاجية بتزيد بحوالي 50%. والآن مشاهدينا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعاقدات هذا اليوم. وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء على انخفاض، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تزيد عن 20 نقطة مئوية عند مستوى 7240 نقطة، مدعوما بقوة التداول على مؤشر قطاعي الرعاية الصحية وأيضا العقارات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على انخفاض طفيف بنسبة تقل عن 10 نقطة مئوية عند مستوى 6764 نقطة، وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق على ارتفاع بنسبة ضئيلة جدا تقل عن 10 نقطة مئوية عند مستوى 4413 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية وأيضا الطاقة. فيما سجل سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة تزيد عن 20 نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى 3561 نقطة، ويعود سبب النزول مشاهدينا الانخفاض مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وأيضا البنوك. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعت بنسبة 13 نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى 5114 نقطة متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات. أما بالنسبة لبورصتنا المحلية مشاهدينا فقد أغلقت على انخفاض طفيف بنسبة تقل عن 10 نقطة مئوية أيضا عند مستوى 1291 نقطة، وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 106 ملايين سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايين و900 ألف دينار، تم تنفيذها من خلال 141 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ونسبته 90% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.